السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم في الله سليمان معوض الديب على قناة سليمان معوض. بإذن الله النهاردة مكملين في مجموعة التوتوريال الخاصة بالمبتدئين. النهاردة بإذن الله هنحاول نعمل حاجة زي دي. زي ما قلت لك، الغرض من التوتوريال أو الغرض من مجموعة التمارين الخاصة بالمبتدئين هي إن أنا أعلمك أصلا إزاي تفكر في البرودكت وازاي تنفذه باكتر من طريقة، مش ازاي انا اعمله خلاص واعملك فيديو قصير مثلا مدته 10 دقايق يوضح لك فيه الخطوات اللي بتعمل فيها البرودكت ده وخلاص. لكن انا بقول لك، بستعرض عليك الافكار اللي ممكن تيجي في دماغك والافكار اللي انا كنت باع فيها اثناء ما كنت في مرحلة المبتدئين. تمام، النهاردة باذن الله يعني البرودكت ده حلو كويس، مش وحش ومش صعب ولا سهل، بس هو عايز بس ايه تركيز. انا هعمله لك بطريقتين. طريقه الاولانيه اللي انا هعملها فيها، انا هرسم لك سكتش واحد بس وهنستخدم الاوبشنز اللي في امر اكسترود زي التوتوريال اللي فاتت. الطريقه الثانيه ان انا هعمل كذا سكتش، يعني هعمل كل فيتشر من دي بسكتش لوحده واستخدم امر اكسترود وبعدين اختار فيس او بلين ارسم عليه واعمل الفيتشر الثانيه وهكذا. تمام، فباذن الله انا هستعرض عليك الطريقتين، والطريقة الأولية طبعا هي الطريقة المثالية وهي الطريقة اللي أنا عايزك تلقطها، يعني تلقطها بسرعة وتعمل بيها. تمام، الشيت اهوت، يا ريت لو تاخده سكرين بحيث إنك تشتغل معايا أول بأول. وبإذن الله بعد ما أخلص سلسلة التوتوريال الخاصة بالمبتدئين، يعني هعمل قناة على التليجرام وأرفع عليها مثلا مجموعة الشيتات دي بإذن الله. فخلينا بقى نكمل في البرودكت بتاعنا. أنا هقفل ده، مش عايزه، اروح افتح فايل جديد. والشيت اهوت، انا طبعا قلت لك ان انا هحل الشيت ده بطريقتين. فانا الاول هروح اعمل او اختار او اسلكت البلين ارسم عليه، فانا هختار التوب وهرسم عليه، هعتبر نفسي اللي انا شايف ده كده من هنا كده، يعني باصص كده هشوف ايه، هشوف المنظر ده كله ما عدا الويب. طبعا انا قلت لك اي هول سيبها للاخر، اي هول سيبها للاخر. مع العلم في البرودكت ده احنا ممكن نعمل الهول دي في السكتش بتاعنا ومش هتفرق معانا في الحل، لكن انا يعني بمشيك بسيكونس معين او بسيكونس ثابت معاك بحيث انك لما تقابلك اي توتوريال تعرف تعملها من غير ايه ما تفكر، يعني ايه يعني بنظم لك تفكيرك. تمام، فالهولز دي سيبها للاخر، اي هولز سيبها للاخر، اي ويب خليه برضو للاخر. فانا هعمل ايه الحاجات دي، عندي دي فيتشر ودي فيتشر ودي فيتشر ودي فيتشر دي كده، والويب هسيبه للاخر. فبالتالي انا لما ببص من هنا هشوف السلوت ده والمستطيل الصغير ده على السلوت والحته دي كده والدايره دي. فانا هروح ارسم اسلكت للتوب وهرسم عليها سلوت بالمنظر ده، البوينت دي كنترول البوينت دي بينما كونسيدنت، ونشوف الابعاد بتاعتنا. البعد ده 56 والبعد ده الار ب 18. طيب يلا بينا، خلي الحتة دي 56 وخلي الار بتاعتك ب 18. طلع لي حاجة بالمنظر ده كده. هروح ارسم بقى زي ما قلت لك المستطيل الصغير ده اللي هو هيبقى 40 في 10، والبوينت ديت هي المركز. تمام، فانا هعمل ريكتانجل كده بالمنظر ده، ماشي، وهخلي الخط ده والخط ده بينهما كولينير دي، وهخلي المسافة دي ب 10، وهخلي برضو ان البوينت دي والبوينت دي فيرتيكال، وهخلي ان المسافة من هنا من البوينت دي للبوينت دي ب 40. طلع لي حاجة بالمنظر ده، حاجة بالمنظر ده. هروح بقى أكمل في التوتوريال بتاعتنا. هروح أعمل دايرة ب 30 على بعد 32، دايرة ب 30 على بعد 32. يلا بينا، هروح أعمل دايرة 30، الأبعاد بتاعتي احنا قلنا دي ب 30، ومن هنا لحد البوينت دي ب 32. طلع الحاجة بالمنظر ده، وهخلي البوينت دي والبوينت دي فيرتيكال.
طلع لي الشكل فولي ديفايند كده. اروح بقى اعمل الجزء ده، الجزء ده عبارة عن السكتش هنا تانجنت، الخط تانجنت مع دي ومع النقطة دي، وهناك وهنا والمرة والضلع التاني والايدج التاني كذلك يعني. فانا هروح اعمل خط من هنا كده للايدج دي، ومن هنا كده للايدج دي، واتاكد ان الخط ده والسيركل دي بينهما تانجنت. واحده واحده وبالراحه. انا لقيت هنا في علاقه اتحطت وانا مش قصدي يعني، فانا همسحها عشان لما اجي احط التانجنت يجي معايا، تمام. فانا هعمل دي ديليت، وهختار سيلكت الخط ده والدايره دي بينهما تانجنت، طلع لي حاجه بالمنظر ده كده. طبعا في برضو علاقة اللي هي الفيرتيكال اتاخدت، فانا همسحها وهخلي الدايرة دي والخط ده كوانسيدنت. طبعا هي كوانسيدنت وتانجنت في نفس الوقت يعني، لو رحت سلكت الخط ده كده هتلاقيه واخد الكوانسيدنت وعندي التانجنت، تمام. وهناك كذلك انا ممكن بقى علشان ما اكررش الخطوات اعمل ديليت لللاين ده، واعمل سنتر لاين كده بالمنظر ده صغير عادي، واعمل ميرور انتيتي، اختار الانتيتي دي حوالين الخط ده. اوكي طلع لي الشكل فولي ديفاين. وانا قلت لك برضو ان الخط ده خفيف، وقلت لك خفيف ليه؟ علشان لما يبقى عندي في السوليد بوينت طلع منها 3 خطوط، هنا طبعا طلع منها 4، لكن يعني هنفترض ان الخط ده مش موجود، طلع منها 3 خطوط، ده وده والخط ده، او ده وده والخط ده، فالخط التالت اخر خط برسمه بيبقى ايه؟ بيبقى خفيف شوية. وده طبعا في بعض التوتوريال بيسبب أخطاء، لكن في التوتوريال بتاعتنا مش هيسبب حاجة، تمام. ده الاسكتش بتاعنا اللي أنا بصيت له من فوق. طبعا أنا ممكن أرسم الهولز على طول هنا وهنا ومش هتأثر معايا خالص خالص في الرسم، وهوفر فيتشر. لكن أنا بقول لك إن أنا عايز أمشيك على سيكونس معين بحيث إنك إيه تلقط الشكل على طول بعد كده. فانا هطلع اعمل اكزيت سكتش، واعمل بقى بامر اكسترود، هسلكت السكتش بتاعي واروح للاكسترود. انا عندي اول اكسترود ده اللي هو سلوت ده، السلوت ده طالع اكسترود بمقدار 10، فانا هروح اعمل اكسترود لده كده بمقدار 10 او 8، هو طالع يا جماعة بمقدار 8 اهوت. ونكمل بقى، عندنا الاكسترود التاني ده او المستطيل الصغير ده طالع بمقدار 32+8 يعني 40، اللي هم التمانية اللي تحت زائد 32 دولت يعني 40. هروح اعمل سيلكت السكتش وبعدين اكسترود، وبعدين من سيلكت كونتور هختار الحتة دي او المساحة دي وهكسترودها بمسافة 40، طلع لي حاجة بالمنظر ده. ركز بقى في الحتة اللي جاية دي، هروح اختار برضو سيلكت للسكتش بتاعي وبعدين اعمل اكسترود. لو انا لاحظت الاكسترود ده اللي هو الحته دي كده بادئ من الفيس ده وبيكسترود بمسافه 10، فبكل بساطه في اوبشن هنتعرض له كده لاول مره. انا هعمل من السيلكت كونتور هختار الحته دي، وبعدين من الفروم فروم يعني ايه؟ فروم يعني بيقول لك انت هتبدا منين إيه؟ فانا هقول له انا هبدا من الفيس الفلاني، هختار فيس وبعدين هقول له ابدأ لي من الفيس ده، طلع لي حاجة بالمنظر ده. طبعا هعمل له ريفرس كده، وهعمل الاتجاه بتاعه هيكسترود بمقدار 10، فطلع لي حاجة بالمنظر ده. وطبعا الميرج ريزلت، وعرفنا يعني ايه ميرج ريزلت في التوتوريالز اللي فاتت كلها. يبقى ده اوبشن جديد من الفروم، هختار الفيس وهروح اعمل سيلكت للفيس اللي انا اخترته واقول له اكسترود بمقدار معين في الاتجاه الفلاني، طلع لي حاجة بالمنظر ده كده، حاجة بمنتهى الجمال. في الاوبشن استخدمت الاوبشنز اللي في الاكسترو، تمام. هروح تاني اعمل سيلكت للسكتش بتاعي واشوف ايه الفيتشر التانية. والله الدايرة ديت بادئة من الفيس ده اللي تحت ده اللي هو هنا ده كده يا جماعة، وبيكسترو بمقدار 20، فانا هروح اعمل حاجة زي دي. هعمل سيلكت للسكتش بتاعي وبعدين اكسترو، هروح من سيلكت كونتور اختار الكونتور بتاعي او المساحة بتاعتي، ومن الفروم طبعا بيقول لي انت عايز الفيتشر دي تبدا منين، هقول له عايزها تبدا من الفيس او البلين او السيرفيس الفلاني. فانا هختار الفيس ده وهيقول لي اكسترود بكام، هقول لك اكسترود ب 20، طلع لي حاجه بالمنظر ده وميرج ريزلت.
ميرج ريزلت يا جماعه اللي هو بيلحم اي فيتشر انا بعملها في بعضها، فبالتالي حصلت على حاجه بالمنظر ده في منتهى الجمال وفي منتهى الشياكه. طيب عايزين نكمل بقى نعمل الهولز. طبعا الهولز زي ما قلت لك ان هي كانت ممكن تيجي في اول سكتش هرسمها مره واحده، لكن انا بمشيك على سيكونس معين. هروح اعمل هولز، مثلا هختار السكتش ده. طبعا الهولز انت ممكن تختار السكتش ده ترسم عليه 3 دواير وهيجي معاك لما تعمل اكسدرود خط. وممكن بقى الحل العقيم شويه انك ترسم هنا سكتش، وبعدين تروح ترسم هنا سكتش دايرتين هنا، وبعدين تعمل اكسترود. طبعا هختار الطريقه الاولانيه لان هرسم سكتش واحد على الفيس ده، او على الفيس ده اعمل دايره وهنا دايره دايره وهنا برضو دايره، اروح اصحي يعني لما اروح على الايدج بتاعها كده بقول لها صحي لي السنتر بتاعي، صح اهو، خلي الدايره دي والدايره دي بينهما ايكوال. وتعالى نشوف الدايمنشن بقى. انا عندي الدايره دي ب 20 قطر والدايره دي ب 16، تمام. فانا هروح من السمارت دايمنشن هخلي دي 20 وهخلي دي 16، طلع لي حاجه بالمنظر ده. بص بص لاحظ، اعمل اكزيت سكتش واروح اعمل سيلكت السكتش بتاعي واروح اعمل اكسترود كات، والاكسترود كات بقى اخليه اول ثرو، طلع لي حاجه بالمنظر ده كده، شوف بمنتهى الجمال وبمنتهى السلاسه. طيب نكمل في التوتوريال بتاعتنا. انا عايز بقى اعمل الويب ده. الويب ده زي ما قلت لك ان انا بحتاج لاين وبعدين بامر ريب، او ممكن اعمله بالطريقه التانية، لكن انا بقى انا استعرضت عليك طبعا الطريقتين في اول توتوريال خالص، لكن انا بقول لك هعمله بقى النهارده بريب علشان انا عايز اصلا اعمل لك التوتوريال كلها على بعضها بطريقه تانية، تمام. مع العلم ان الريب هو نفس الخطوه في الطريقتين، تمام. فانا هروح اعمل على الرايت كده سكتش وارسم خط من هنا هيسناب مع النقطه دي او الفيرتكس دي والفيرتكس دي. طبعا انا عندي هنا دي اسمها فيرتكس في الايه في 3 دي موديلنج، في 2 دي سكتش اسمها بوينت، تمام. وهعمل اكزيت سكتش وبعدين هروح اعمل ريب. هيقول لي هترب على ايه، هقول لك هرب على دي، واتجاه السهم اللي هو اتجاه الفليب ماتيريال سايد اللي هو انها هحط في الاتجاه اللي هحط فيه الماتيريال بتاعتي، وهخلي المساحه بتاعت الويب 12 او السمك بتاعه 12، طلع لي حاجه بالمنظر ده بمنتهى الجمال وبمنتهى السلاسه. دي كده كانت اول طريقه ان انا بستعرضها عليك، تمام. انا كده استعرضت عليك اول طريقه. طب تعالى بقى نلعب مع بعض كده في شويه حاجات ونستعرض عليك الطريقه التانية. طبعا هنا مثلا مش عايز البارت ده تاني، هروح افتح فايل جديد. بعيدا عن الابعاد بقى انا جاي يعني ايه، انا هلقط في بعض الابعاد معايا، لكن انا هقول لك الفكره بقى بسرعه، تمام. هروح برضو اختار التوب، حلو، وهروح اعمل سلوت بالمنظر ده، البوينت دي والبوينت دي بينهما ميك كونسيدنت، والدايمنشن بتاعتي دي تقريبا كانت 65 او 56، ودي تقريبا كانت 18 تقريبا، طلع لي حاجه بالمنظر ده. والله هطلع بقى من السكتش ده واعمل اكسترود بمسافه 8، طلع لي حاجه بالمنظر ده. وبعدين هروح اختار السطح ده وهعمل المستطيل الصغير او الريكتانجل اللي انا قلت لك عليه، اخلي الخط ده والايدج دي بينهما كولينير، واحط الدايمنشن بتاعتي ان دي 10، وان البعد ده 40، والبوينت دي والبوينت دي بينهما فيرتيكال، طلع لي حاجه بالمنظر ده. هطلع واروح اعمل ايه اكسترود للمساحه دي برضو بمقدار مثلا تقريبا كانت 32، طلع لي حاجه بالمنظر ده. سوري يا جماعة، هروح اعمل سيلكت السكتش واروح اعمل اكسترود، وهعمل الاكسترود بمقدار 32، طلع لي حاجة بالمنظر ده. وبعدين هروح اعمل اتي، هروح اختار اسيلكت الفيس ده وارسم عليه سكتش، وهعمل الدايرة بقى بتاعتي دايرة كده
المسافة من هنا لهنا مقدار 32 تقريبا، وهي الدايرة ذات نفسها بمقدار 30. طبعا هعمل لك الدايرة مرة واحدة جواها، نعرف بقى الطريقة دي. وهنخلي الدايرة دي 20، وهخلي البوينت دي والبوينت دي بينهما فيرتيكال، تعال الحاجة بالمنظر ده. وبالخط بتاعي بقى، أو هروح بقى أعمل أختار أعمل إكزيت سكتش، والفيتشر دي أعمل لها سيلكت طبعا، وأعمل لها إكسترود بمقدار كام؟ بمقدار 20، طلع لي حاجة بالمنظر ده. هروح بقى أنا أختار نفس السكتش كده، وأعمل لاين بالمنظر ده، وأنا العلاقة بتاعت الخط ده أمسحها، وهخلي الإيدج دي أو الكيرف ده أو الدايرة دي والخط ده بينهما تانجنت، وبالمنظر ده كده. وهعمل للدايرة دي كونفيرت، وهعمل برضو سنتر لاين كده. طبعا خطوات زيادة ملهاش أي لازمة، بس أنا بقول لك الطريقة اللي ممكن تيجي يعني التانية. مكملين يا جماعة؟ هعمل ميرور بقى الانتيتي، دي حوالين ده، طلع لي حاجة بالمنظر ده. وبترم أو سوري ترم، أمسح ده كده وأمسح ده كده. أوكي، الخط ده مش متعرف، هخلي الخط والكيرف او السيركل والخط بينهما تانجنت، هبترم برضو هترم الحتة دي، طلع لي حاجة بالمنظر ده، حاجة بالمنظر ده كده. هروح طبعا انا نسيت حاجة مهمة، اقفل الكونتور بتاعي ده، يعني ممكن اختار اللاين ده واعمل له كونفيرت، او ممكن اقفله بامر اللاين عادي. وبعدين هعمل سيلكت للسكتش بتاعي، واروح اعمل اكسترود بمقدار 10، طلع لي حاجة بالمنظر ده. هو طبعا في حتة هنا حتة غلط، ألا وهو إن أنا أصلا المفروض الحتة دي تكون تحت، الحتة دي تكون تحت، فأنا هعمل سبريسل ده، هعمل سبريسل ده، وبرضو هعمل سبريس أو الإكسترود مثلا، هخليه في الاتجاهين، هخلي الإكسترود بتاعي في الاتجاه ده 10، وفي الدايركشن 2 ده 10 برضو. وبعدين اعمل اوكي، حلو. وبعدين هروح اعمل ده انصب لسه عادي، وركز معاه بقى في الخطوه دي. الخطوه دي انا هروح اعمل الاتي. بص يا ريس، هروح اعمل في السكتش بتاعي هنا، اصلا هعمل له اديت سكتش بلين، معناها ان انا عايز اغير البلين بتاع السكتش. فانا لو عملت ده ديليت كده، تعال نجرب مع بعض. هو طبعا بيختار اي بلين اساسي، لكن انا عايز اختار سيرفيس مثلا ده، اختاره هو، وبعدين اعمل اوكي، طلع لي حاجه بالمنظر ده. هي هيها نفس الخطوات اللي انا كنت اصلا ماشي لك بيها، وماشي لك بيها واحده واحده، وكله تمام تمام. فبالتالي دي كده هي هيها الفيتشر اللي انا عملتها لك من شويه، هي هيها. لكن في حته هنا انا عندي السوليد بادي هنا 2، وانا عايزه واحد بس. فبالتالي لو انا رحت على اخر فيتشر ديت، هي معمولة ميرج برضو. طيب تعالى نعمل ريبيلد كده ونشوف ايه اللي هيحصل معانا. عملت ريبيلد، طيب تعالى كده اقول له وضح لي السوليد بادي، انا عندي ده سوليد بادي وعندي ده سوليد بادي. طيب تمام. في امر في الف... في امر انا ممكن اتعرض له هنا من الدايركت ايديتنج، اعمل كومباين تمام لده ولده، طبعا لازم اقاد، وبعدين اوكي بقى عنده سوليد بودي واحد تمام. لكن الفكره في ايه؟ الفكره انك لما تشتغل حاجه زي دي، حاول يعني تقلل عدد الاسكتشات بتاعتك. طبعا السوليد بودي بقى عندي واحد بس اهوت. الفكره في ايه يا جماعه؟ الفكره ان انا في الفيتشر اللي زي دي بعوز، يعني في شغل المبتدئين، بحتاج ان انا اقلل السكتشز بتاعتي على قد ما اقدر. يعني انا في الطريقه الاولانيه عملت لك سكتش واحد بس، وطلعت لك منه الحاجات، يعني اتعلمت من الاوبشنز اللي في امر اكسترود
ازاي اخد السكتش اعمل له اكسترود من فيس معين او من فيرتكس معينه، وازاي استخدم الاوبشنز اللي في امر اكسترود. يبقى بكل بساطه توتوريال زي دي، طبعا الريب هو الخطوات اللي انا عملتها في الطريقه الاولانيه والتوهولز دولت، فانا مش هعملهم. تمام، هي كانت فكره ايه حبيت استعرضها عليكم، لان انا اصلا كنت في البدايه برضو كنت بتلخبط بين حاجه زي دي، ما كنتش عارف استخدم الاوبشنز اللي في امر اكسترود. فانا يعني اعطيتك نبذه مختصره عنها، وباذن الله هنتعرض لها في التوتوريال اللي جايه كتير. الحته بتاعت السوليد بودي ديت يا جماعه لازم تركز فيها جامد، لازم أن يبقى عندك سوليد بودي واحد. طبعا انا هنا استخدمت امر ادفانسد شويه اللي هو الكومباين، هو الكومباين انها طبعا في الفيتشر او في التابه بتاعت الدايركت اديتنج، ولازم أن انت بتختاره تختار ايه اد، يعني هتضيف الحاجتين على بعض. تمام، وبرضو انت ممكن تجيبها من غير تلاقيها يعني اتعملت ميرج معاك من غير ما تتعب نفسك يعني. تمام، دي كده كانت التوتوريال بتاعت النهارده، وانا زي ما قلت لك الفيديو كان ممكن يخلص يعني في اقل من كده بكتير، لكن الغرض من اي فيديو انا بقدمه هو ان انا اعلمك حاجه جديده، مش ان انا انفذ لك وخلاص. تمام، كان معاكم سليمان معوض على قناه سليمان معوض. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب وشير للقناه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.